خلال هذا الاستقبال سلم وزير الشؤون الخارجية والتعاون للرئيس التونسي الباجي القائد سبسي رسالة خطية من جلالة الملك ضمنها تعازي جلالته على إثر العمل الإرهابي الذي استهدف تونس، وأعرب بهذه المناسبة عن تضامن المغرب ملكا وحكومة وشعبا مع الشقيقة تونس على إثر هذا العمل الإرهابي الدنيء. كما أبلغ السيد مزوار فخامة الرئيس القائد سبسي دعوة جلالة الملك له لزيارة المغرب. من جانبه وجه الرئيس التونسي دعوة مماثلة إلى جلالة الملك لزيارة تونس، منوها بتمديد جلالته لإقامته في تونس خلال زيارته الأخيرة وما حملته من رسائل رمزية قوية. أبلغ كافة الشعب التونسي تضامن المغرب، وكذلك تقديم التعازي والمواساة العائلات التي مسها هذا العمل الإرهابي الدنيء. السيد صلاح الدين مزوار كانت له بعد ذلك مباحثة ثنائية مع نظيره التونسي، جدد خلالها الطرفان التأكيد على أهمية تعميق علاقات التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التعاون في مكافحة الإرهاب. هذه بداية إن شاء الله للقاءات أخرى قريبة نتناول فيها مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقة بين البلدين الشقين، وكذلك فيما يتعلق بالاتحاد المغاربي وبالوضع الإقليمي في المنطقة. اللجنة العليا المشتركة المغربية التونسية كانت أيضا في صلب هذه المباحثات، والتي ستعطي للشراكة الاقتصادية بين البلدين دفعة جديدة.